طيب هنسيب دلوقتي كرة القدم شوية كريم، بس طبعا هنرجع لها في الفقرة الحوارية وهنتكلم بالتفصيل، لكن خلينا نروح برضو لخبر تاني يفرحنا، ودي آخر بطولاتنا كأهلاوية بقى، نقول مبروك لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي طبعا. ألف لباء ألف لباء، اتحسدنا اتحسدنا على البطولات. ده لسه ما كملتش الكلام يا حضرات. عمومي رجال اللي توج ببطوله الدوري العام لموسم هنا 22-23 بعد ما فاز على نادي الشمس بنتيجه كام بقى؟ 16-6. اعتقد دي نتيجه طبعا كبيره جدا، وهرجع اقول تاني كان ماتش قوي جدا، بس النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر بشكل كامل على المباراه. الفريق توج بالبطوله بطوله كاس مصر من فتره كانت تقريبا مش بعيده، واتكلمنا عنها طبعا بالتفصيل هنا في 10 صبح في الاهلي تحديدا، وكده بيجمع الموسم ده بين بطولتين، يعني هم الدوري طبعا والكاس. انجاز كبير جدا جدا، الحمد لله رب العالمين، بيحسب ليه الجيل ده من اللاعبين، هنقول مبروك ودايما مفرحنا، ومش بس على صعيد كره القدم، على كل الانواع يعني الرياضات المختلفه، ففعلا مجهود كبير بيتوج بعد كده ببطولات كبيره. شكرا جدا ان انتم بتسعدونا، وشكرا لان جماهير النادي الاهلي دلوقتي لو نزلت في اي مكان، لو رحت النادي الاهلي واتكلمت معاهم حتى، هتلاقي الناس فعلا فرحانه من قلبها. طبعا. الناس طبعا. فرحانه من قلبها بالانجاز الرياضي اللي بيحصل على كل الالعاب، العاب الصالات وكمان الفريق الاول. خلينا نتابع هذا التقرير بالتفصيل اكتر ونرجع نكمل. الحمد لله تعبنا قوي السنه دي، احنا كل مره بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنطلع مجهود اكتر حاجه ممكن نطلعها في السنين كلها. طبعا دي كانت حاجه صعبه بالنسبه لنا، احنا الدوري بقاله 20 سنه ما دخلش النادي، كنا كل مره بنتعب وكل مره بنطلع اللي عندنا، بس برضو بيبقى في عندنا شويه حاجات بيبقى لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. بلاي اوف عامه هو الفتره اللي بتاعت الفاينلز هي كانت اصعب فتره، احنا ابتدينا واحده واحده نطلع بالكيرف واحده واحده، لعبنا الشمس، لعبنا ليوبلس على ارضها والجزيره على ارضها، الحمد لله كسبنا الماتشين دول. ماتش الجزيره اللي كان عندنا يوم من يومين بالظبط كان ماتش مهم جدا، الحمد لله ربنا وفقنا، كنا دايما طول الماتش يعني يمكن خسرانين فرق جون، بس الحمد لله قدرنا في اخر الماتش ان احنا نعوض. طبعا كانت سنه مليئه بالصعوبات الرهيبه، عندنا منافسه جامده جدا مع ناديين اصحاب تاريخ رهيب، هليوبلس والجزيره، انديه بقالها على السنين على مدار 20 سنه هي اللي بتاخد الدوري، احنا بقى الدوري غايب عننا من سنه 2003 بقاله 20 سنه، فكان مجهود فظيع من الجهاز الاداري والجهاز الفني لان احنا نوصل بمعدل اعمار، احنا ننزل معدل اعمار من الفرقه ال 26 و 25 سنه ونقدر ننافس بيهم على بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا دوري وكاس بدون هزيمه.